طاب المساء مشاهدينا وأهلا بكم إلى النشرة الجوية. نستهلها بصورة السطل حيث الأجواء مستقرة وصافية عموما. غدا بإذن الله سيكون الطقس باردا محليا بالمنطقة الشرقية وأيضا بمرتفعات الأطلس، هذا وستنتشر كتل من الضباب على طول السواحل. درجة الحرارة الدنيا ستصل مقاييسها إلى درجة واحدة ببولمان، 5 درجات ستسجل بإفران بعرفة، ووجدة 7 درجات مرتقبة بالناظور، وتازة 9 درجات بالسعيدية مليليا الحسيمة فاس، و13 درجة ستسجل بمدينة طنجة. خلال الظهيرة مرتقبة 26 درجة بكل من وزان ومكناس، بفاس ستسجل 25 درجة، 24 درجة مرتقبة بتونات الرباط، و22 درجة ستسجل بمدينة الدار البيضاء. وبالمناطق الوسطى للمملكة الأجواء عموما مستقرة وصافية، درجات الحرارة الدنيا ستصل مقاييسها إلى 7 درجات بورزازات والراشدية، 8 درجات ستسجل بتنغير، 9 درجات بأرفود، 10 درجات بزاغورة، 12 درجة ستسجل بمراكش، 15 درجة بأكادير، و18 درجة بسيدي إفني. خلال الظهيرة مرتقبة 31 درجة بقليميم وتارودانت، 29 درجة ستسجل بمراكش وأسفي، 27 درجة ببني ملال، و24 درجة مرتقبة بالراشدية وأرفود. شمال الأقاليم الجنوبية الأجواء أيضا مستقرة ومشمسة عموما، درجات الحرارة الدنيا ستصل مقاييسها إلى 15 درجة بالسمارة، 17 درجة ستسجل بالعيون، و18 درجة بجلدة زمور. خلال الظهيرة ستسجل 33 درجة بالعيون، 31 درجة ببجدور، 30 درجة ببكرع والسمارة، و29 درجة مرتقبة بطنطان. وبأقصى جنوب المملكة الأجواء الصافية عموما، درجات الحرارة الدنيا ستصل إلى 17 درجة بالدخلة وبر زران، و18 درجة ستسجل بأوسرد والقويرة. أما المقاييس العليا ستصل إلى 33 درجة بالقويرة، 31 درجة ستسجل ببر زران، و30 درجة بالدخلة وأوسرد. أما حالة البحر بسواحل الواجهة المتوسطية سيكون هادئ إلى قليل الهيجان، بسواحل البوغاز قليل الهيجان، وسيكون قليل الهيجان إلى هائج على طول الواجهة الأطلسية. يوم الاثنين المقبل بحول الله سيبقى الطقس باردا بالمناطق الأطلسية وأيضا بشرق المملكة، هذا مع ظهور سحب منخفضة وضباب بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى وبشمال غرب الأقاليم الجنوبية. يومي الثلاثاء والأربعاء طقس مستقر ومع سماء قليلة السحب بأغلب جهات المملكة، إلى غاية يوم الخميس المقبل بمشيئة الله الأجواء مستقرة بأغلب المناطق مع درجات حرارة جد منخفضة بالأطلس وبالمنطقة الشرقية.